يعطيك العافية زهدي. الله يعافيك عمي براتي، بأهلين وسهلين. أمر لي خالي. لا العفو، ما يأمر عليك ظالم، الله يرضى عليك. بدي شوقية لحمة ناعمة على كيفك، بس تكون هبرة. ها على راسي، بس خرج شو بدك ياها؟ يعني خرج مفركت الكوسة. إيه مو تكرم عينك، بس سلامة فهمك، فركت الكوسة لازم تكون مدهنة شوي. لا لا دخيلك، أنا ما بقدر على الدهنة أبدا، مالي صحبة أنا وياها منوب. خوش مو ناقصني لا شحوم ثلاثية ولا كوليسترول، عندي منهم كتير. أصبح خلص ولا يهمك، ما بتكون إلا رضيان بإذن الله. روح جيب خضرتك لبين ما أقطع لك إياها ولا يكل لك فكري. ماشي كلامك زهدي، أصبح أنا رايح أسناول هالكسايات من السوق وأرجع، ما بطول. اتكل على الله، بس ترجع بتلاقي لحمتك جاهزة. إن شاء الله. الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إيه يا براتي، مشان شو قلت لي بدك كوسايات؟ خرج مفركت الكوسة. ايه مو تكرم عينك، اما شو عندي كوسايات؟ خرج المفرك حفر وتنزيل. بس اوعى يكونوا دبلانينها. لا يا طيب، ليش انا من ايمتى بعطيك خضره دبلانه؟ لا ترمينا بحجارك براتب. لا ولا يهمك، بعرفك ما بتقصر، بس حبيت ذكرك. ايه ولا يهمك، لكن بين ما تجيب اللحمه بكون انا جهزت لك اياهم. عظيم جدا، سلام عليكم. الله معك. انا واقف فوق الاهرام وقدامي بساتين الشام، انا واقف فوق الاهرام وقدامي بساتين الشام، اشهدها واهالي كرام يقولوا لي مرحبا يا زين، يقولوا لي شرف يا زين، يقولوا لي تفضل يا زين، يقولوا لي يا هلا يا تفضل تفضل يا زين. تعال شوف لي هاي اللحمه اللي جايب لي اياها، أنا طلبت منك تجيب لي هبرة على الحل، قلت لك ما بدي فيها ولا نسر الدهنة، تفضل. شو هالحكي؟ مدهنة؟ يفضح حريشه، مع إنه وصيته لزهدي ها، وقلت له أنا ومرتي ما منطيق الدهنة ها، بس الله يصلحه، ما بيقدر يقعد عاقل منوب، والغش ماشي بدمه، إن شئتي أم أبيتي. يا ستي بعض اللحامة إذا ما لقوا مين يغشوا بيستقربوا وبيغشوا حالهم. مو بكيفهم، ايدهم بتنقز، وشوفي على هالدف من شخت وخلافه بدسوه بالهبر. وشو الله جابرك تاخذها؟ المفروض كانت تلحش له اياها بوشه. ولك ليش هيك انت دائما فايره وبتحبي النكات؟ خففي فورانك شوي، شو الحشه بخلقته؟ ما وصلت المساله لهالدرجه، يعني محرزه نهز بدلنا مشان شقف الدهنه؟ بعدين والله انا مو كره لقد مشراني. هلا اذا طلبت بحقك بتكون مشراني؟ عيني لا تلحش له اياها بخلقته، معلش على القليله رجعها لا تاخذها. هلا انت مالك مجبور تدفع حق لحمه نصها دهنه وهي لازم تكون هبره. هو خطر على بالي رجعها، مو انه ما خطر، بس قلت لحالي اكيد ما راح يقبل. ليش؟ لانه قطعه وخلص، انكتبت على اسمي. يعني شو اللي على الفاضي هاد؟ شو ما بيقبل يرجعها وانكتبت على اسمه؟ ايش هو الشغله على كيفه؟ بس مو الحق عليه، الحق عليك انت، انت مو قد حالك منوب؟ لا يا امراتي، شو الحكي اللي عم تحكي؟ شلون مالي قد حالي يعني؟ طبعا مو قد حالك، لانه لو كان واحد غيرك كان رجع له اللحمه غصبا عنه وعمل له زفه مرتبه. اعمل له زفه مرتبه؟ ايش هو الناس بتشتغل عبيد عند ابي انت الثانيه؟ امراتي بعدين وينك؟ خطر ببالي هالشي، مو انه ما خطر، بس قلت لحالي يا ولد ايه مو محرزه تعمل مشكله طويله عريضه مشان وقيه لحمه. قمت بلعت القصه وسكتت، وبتعرفيني انت انا ما بحب وجع الراس. نوب. لا تأمرني، اوعك اوعك يجعك راسك، ولي على قلبي عليك ريت الوجع على راسي يا حق. شو يعني عم تنقري علي بكلامك ولا عم تنغميلي مثل عادي امراتي؟ حسبها مثل ما بدك. شو هالكوسه هي؟ شو هي؟ هاي خرج المفركة هاي؟ خير إن شاء الله، شبه الكوسة كمان؟ مو خرج المفركة بفكرة؟ لا، مو خرج المفركة منوب، بس مو الحق عليك، ولك أخ أخ، الحق علي أنا، يلي اعتمدت عليك بجلب الخضرة. أصبح خلاص، المرة الجاية روحي أنت جلبي غراض من السوق. لأنه بصراحة أنا يا أم راتب مالي مستعد أبداً أخذ وأعطي مع البياعين وأنفخ مصراني وأفرط مرارتي وأعمل مشاكل وجيب وجع الراس لحالي مشان هيك شغلات. اي والله بيرتفع معي الضغط بليلي ما فيها ضوء قمر والله، وبلتحش بالفرشه على اخ وايخ. هلا كل هالقد خفت على حالك؟ طبعا بدي خاف على حالي، لكن على مين بدي خاف؟ حالي هاد حالي، مو حدا غريب. ماشي الحال، على كل حال انا لما بنزل على السوق ما حدا بيقدر يتشاطر علي منوب، لانه دائما عطيتهم العين الحمراء. ايه فوتي هلا، فوتي نفختي لي قلبي، فوتي ساوي المفركه مشان نلحق نتعشاها. قايمه Thank you.
شو ما طبخيت العمشة جوزة رايح يتعشى، شو ما طبخيت العمشة جوزة رايح يتعشى. طمني استاذ، ان شاء الله عجبتك المفركة؟ ما بهجيك، طيبة كتير يا ابو راتب، كتير طيبة. بس تعرف شو كان ناقصها؟ شو ناقصها؟ لا والله ما بعرف. يعني لو فقستوا فوقهم هدول بيضتين هيك بلديات كانت صارت اطيب بكتير على فكرة. معك حق، ملاحظة وجيهة جدا، يعني كان لازم نفقس كم بيضة فوقهم، بس قلت لحالي يا ولد لا تفقس شي، بجوز جاركم يكون معه حساسية والبيض ما بيواتي. بس ماشي الحال سيدي، المرة الجاية منفقس. جار شو بك، ليش ما عم تشاركنا الاكل؟ صحة وهنا ان شاء الله، انا هلا اكلت تحت مع ام راتب ونزلت لك بهالمفركات بالاربعة والكف. ايه سيد هيثم، يعني كان في موضوع صغير بدي احكيه انا وياك راس لراس. تفضل تفضل ابو راتب ولو. طبعا كما هو معروف نحن فيران بجرد فارة، نحن جيران بفرد حارة، وصرنا سكن عامرين وصرنا عمر ساكنين ببيت واحد، ويعني مثل ما بيقولوا جارك القريب ولا اخوك البعيد، ومثل ما بتقول الست نجوى كرم الله يخلينا اياها، الجار قبل الدار، وكمان بيقولوا يا جاري نار رد الصباح سلم على سمر الملاح، وبيقولوا كمان ساكن قصادي وبحبه، والشعراء أشادوا كتير بالجيران. فوت فوت يا أبو راتب بالموضوع، ليش وكل هالمقدمات دخيل عينك؟ ايه حاضر راح أفوت بالموضوع. حاضر، الحقيقة ابني راتب جاي من السفر عن قريب وناويين نجوز فيه ونفرحه، نفرح فيه ونجوزه. ايه ألف مبروك إن شاء الله، ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أستاذ هيثم. إلك علي يا أبو راتب، غني لك 50 بيت على الهوارة الهوارة وموالين عتابة بيفلجوك فلج. بارك الله فيك بارك الله فيك، ما بتقصر بإذن الله. بس الحقيقة أنا مو من شان الجوازة جاي، أنا جاي إلك إنه البيت ضيق وما بيسعنا كلياتنا، لأني بدي جوز ابني هون بالبيت بيتنا. بسيطة جار، يعني شغلتك كتير محلولة. ما فهمت عليك، شلون محلولة بقى؟ ايه شغلتك بسيطة يا ابو راتب، انت سرق له غرفة على السطوح وترك الباقي علي، يعني جماعة البلدية انا بدبرهم. لا حبيبي لا، ما حسرت، انا مو خرج اسرق غرفة ولا اسرق انجاج حتى. لكن شو رح تعمل؟ من بعد اذنك يعني جار، نحن ما عنا إمكانية نجوز هالصبي غير هون بغرفتك هي. ايه والمعنى؟ المعنى إذا ممكن تسلمنا الغرفة. يعني لنفرض إني سلمتك الغرفة، أنا وين بدي أروح بحالي؟ حبيبي أنت شاب عزابي، لا وراك ولا قدامك، يعني فيك تدبر حالك وين ما كان. لا يا أبو راتب، بدك يعني أحمل شنتي وأبرم على رفقاتي من محل لمحل على بيوتهم، أتشنطط بالطرقات؟ ما بصير هالحكي. شو هالحكي ها؟ والله ما بعرف شو بدك تعمل، بس نحن بدنا نحل مشكلة راتب ابني، يعني حط حالك محلي. بس يعني يا أبو راتب أنت بهالصورة عم تحل مشكلة على حساب مشكلة تانية. يعني ما في أمان؟ بدك تضل ساكن عنا بالأوضة؟ إيه نعم، بس أوعك تفتكرني إني عصيان بالأوضة. لا لا، مين قال عنك إنك عصيان؟ أبو راتب أنا قاعد هون بشكل مؤقت لحتى ترخص العقارات مثل ما عم بيقولوا، يعني بصير الموظف اللي مثلي بيقدر يشتري بيت وهو مرتاح. لا إذا هيك شغلتك قريبة كتير كتير قريبة، كل عبطة كوساي كل مفركة كل صحة. وأنا إيه، وشو قال لك كمان ينقال قواله إن شاء الله؟ ما قال شي، هذا اللي صار. يعني بفهم منك انه الزلمة قاعد بالبيت ومصر طيب وما حدا قده؟ ايه والله يا مراتب هيك الهيئة. ولك اخ اخ، انا مالي زعلاني على هالبيت قد مالي زعلاني على صحن المفركة اللي تزهرمه. هلأ انت بس فهمني، ليش هيك عملت مع شوفير التاكسي؟ شو عملت لا سمح الله؟ شو عملت؟ ليش لا تخلي لك مالة 50 ليرة؟ طيب إذا كان هو طماع وقليل الوجدان، أنا شو بدي أعمل له؟
لك عيني العداد مرك 32 ليرة، ليش لا تسكت له وتعطيه بقية 50 ليرة؟ لك يلا ستي بسيطة، مو محرزة نعمل مشكلة مشان كم ليرة، مو ناقصنا وجع راس. هلا إن كان كم ليرة ولا كان مليون ليرة، ليش هيك أنت تشتوش وبتتنازل عن حقك بسهولة آه؟ أنا تشتوش؟ تشتشك وحدة. 100 مرة قلت لك أنا ما بحب المشاكل، ما بحب العنف، بحب المسايرة والمسالمة. حلك تعرفي طبعي بقى أم راتب؟ ولي شو هاد؟ ما بعرف مين قافل الباب من برا؟ يمكن شي حرامي. لك شو حرامي أم راتب؟ الحرامي بيفتح البواب مو بيقفلها. إلك مين عمل هالعملة هي؟ أنا. لا لا عامل له دكتور. ايه طبعا. شو هاد يا مراتي؟ العمى العمى بقلبه ما اوقحه. لك هذا بدل ما يسلمنا الغرفه اخذ غرفه ثانيه الافندي. شو يعني بده يستقبل فيها ضيوفه وزواره؟ ايش مسؤولين نحن عن ضيوفه وزواره؟ شو رح تعمل هلا يا ابو راتب؟ رح تسكت له؟ لا لا شو اسكت له؟ ما فشرت عينه؟ اكيد ما رح اسكت له. اذا بوشك هلا على مخفر الشرطه، قدم شكوى واعمل ضبط بالشي اللي صار اليوم اوام؟ هلا انت ما في على لساني غير كلمه الشرطه؟ لسه كل ما دق الكوز بالجره روح على الشرطه اشتكي للمخفر اكتب ضبط؟ لك ايش بكي انت ام راتب؟ شو صاير لك؟ ضيقتي اخلاقي؟ ليش صداميه وعدوانيه لهالدرجه؟ إذا منشان هيك شغلة ما رحت على الشرطة، منشان شو بدك تروح لك؟ ولك يا مخلوقة الله، يا مخلوقة ربي، صرت 100 مرة قايل لك مو قد الفوتة على المخافر أنا، ما بحب وجعة الراس أبداً. بعدين شو فكرك؟ إذا رحنا على الشرطة شو رح يعملوا يعني؟ رح يطالعوا من البيت؟ رح يقولوا لنا تفضلوا؟ تفضلوا تفضلوا؟ صدقيني أكثر من ضبط حبر على ورق وتوقيع على تعهد ما في. بقى انسي لي شغلة الشرطة بيكون أحسن. هلا انت ليش بتحكي بنتيجه الشغلات قبل ما تصير؟ قوم اعمل اللي عليك من الاول وبعدين احكي. رح اعمل اللي علي، رح اعمل اللي علي، اطمني. ها يعني رح تشتكي للشرطه؟ لك لا مو للشرطه، رح اشتكي للمختار. مختار الحاره هو اللي بيحل لي المشكله. هلا المختار بده يحل لك المشكله؟ اي نعم، انا بدي اخده لهالزلمه بالسياسه والمحايا وبالعيني وبالروحي، لانه نحن بدنا حل سلمي مع هالرجل، حل سياسي، ما بدنا قوة. وإذا إجا المختار مع كم زلمة من كبارية الحارة وحكوا معه فمو معقولة ولا بشكل يخجلهم. يعني رح يخجلهم؟ لو هيك واحد بيستحي من مختار أو من غيره ما كان عمل اللي عمله معك. بقى اسمع مني ولا تعذب حالك، هذا ما في بوشه نقطة دم. طيب بكرة بتشوفي. شو هالحكي؟ شفت الغرفة هيك عينك كنت عينك؟ هذا اللي صار يا مختار؟ لك يخرب بيته وبيت بيته. لك شو قصته هاد؟ مو سائل عن حدا؟ ما بعرف يا مختار، هذا اللي مجنني، مع اني كنت عم اخده بالسياسة، والله بالسياسة، واتعامل معه بالحسنى، حتى بالعلامة ضيفته صحن مفركة كوسة قبل ما ياخذ الغرفة بيوم. هذا خرج مفركة كوسة هاد. لك هذا بده سم الهاري يهري مصارينه. ايه مختار، والعمل هلا شو لازم نعمل يعني؟ قلي شو بتريد لأخدمك؟ ها شو عم أقول لحالي يا مختار؟ يعني أنا ما بدي فوت مخافر أو محاكم ووجع راس بهيك عي. كيف بدك تحصل حقك لكان؟ قلي يعني مثل ما بيقولوا عن طريق القنوات الدبلوماسية. ما فهمت عليك. يعني يلي بقصده إذا عملنا هيك يعني بمعيتك مختار وفد صغير من كبارية وجهاء الحارة وراح الوفد لعنده عالبيت وحكى معه بالحسنة، فكرك ما بناخد نتيجة؟ شوف هي الفكرة معقولة كثير، وإذا بدك مني أتصرف أنا تكرم عينك. وهذا موضوع الوفد اترك لي يا إلي، أنا اليوم المساء بجمع كبارية الحارة وبشاورهم بالموضوع وإن شاء الله ما بيصير إلا الخير. الله يديم عزك يا مختار، الله يديم عزك. تكرم عينك يا ابو راتب، ولو انت من عظم الرقبه. الله يخليك، شكرا على الشاي. صحتين وهنا. الله يسلمك، مستأذن انا. مع السلامه، مهونه. يلا في حدا؟ الو نعم. ايوه انا هيثم. مين عم يحكي معي؟ مين ابو جميل؟ اهلين مختار. أهلين وسهلين. لا لا تمام ماشي الحال. شو هاد؟
جاي لعندي انا جاهه. عفوا مشان شو؟ اها ايوه. ايه اهلا وسهلا. شو عليه؟ باي وقت بتحبوه مو مشكله ابدا. لا اليوم مالي فاضي ولا بكره ولا حتى بعد بكره. الخميس لا لا ابدا مالي فاضي، يعني انا مشغول من هون لعشرة ايام. طيب حاكوني حاكوني مشان نتفق. تكره. اهلين مختار، اهلين الله معك. عاملين جاهه حلو والله، هذا اللي كان ناقصني. ولي شو ها؟ ولي على قامتي راح البيت. العمى شو رايكم؟ اشتكي للشرطه ولا حط على الجرح ملح واسكت؟